الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام ولك الحمد على نعمة الإيمان اللهم لك الحمد على نعمة رمضان ولك الحمد يا ربنا على نعمة الصيام ولك الحمد يا ربنا على نعمة لقاء الإخوان في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ثم أما بعد أيها الإخوة الأفاضل الكرام السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous tous. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا الصيام أن يتقبل منا القيام أن يتقبل منا طاعاتنا إنه على كل شيء قدير. Je tiens d'abord à remercier les membres de l'association de cette mosquée de tout ce qu'ils font, ce qu'ils font pour cette mosquée. Masha'Allah. نسأل الله تعالى أن يجازيهم أحسن الجزاء على ما قدموا. Je remercie en deuxième degré mon frère Cheikh Saadi pour cette invitation. Jazakallahu khayran. نسأل الله تعالى أن يجعلني عند حسن ظنه وأن ينفعنا وأن ينفع بنا جميعا إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة الكرام أريد أن أذكر نفسي وإياكم في هذا المجلس المبارك الطيب وهو مجلس من مجالس الذكر وهو روضة من رياض الجنة أسأل الله تعالى أن يذكرنا في من عنده أسأل الله تعالى أن ينزل علينا سكينته وأن تتغشانا رحمته وأن يذكرنا في الملأ الأعلى عنده إنه على كل شيء قدير إذن أحببت في هذا المجلس المبارك وأنا أحب دائما عندما ألتقي إخواني لأول مرة أن أتحدث عن هذه الرابطة العظيمة التي أكرمنا الله سبحانه وتعالى. Alors, je voulais vous rappeler, أيها الإخوة الكرام, et me rappeler moi-même de ce lien noble, de ce grand lien qu'Allah Azza wa Jal nous a donné, ce lien qui rassemble les musulmans dans toutes les. في كل مكان. هذا الرابط أيها الإخوة الكرام رابط مهم جدا في ديننا un lien très nécessaire dans notre religion parce que Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé l'unicité et il a révélé aussi la nécessité que les musulmans que les croyants doivent être unis إنه رابط الأخوة أيها الإخوة الكرام le lien de la fraternité لن أطيل عليكم الحديث وأنتم صائمون ربي يتقبل منا ومنكم إن شاء الله on va juste faire un petit regard historique sur les différentes périodes des musulmans si on veut diviser l'histoire des musulmans on peut diviser dans une vision ou bien par un angle on peut la diviser par trois périodes. La première, c'est la période des premiers croyants, ceux qui étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mecque. إذا إذا أردنا أن نلقي نظرة تاريخية على تاريخ المسلمين من ناحية مجموعة المسلمين. إذا يمكن أن نقسمها إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة المؤمنين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. Alors, cela c'est la première période, la période des premiers compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième, c'est celle quand le prophète alayhi salatu wa sallam et ses compagnons sont émigrés vers Médine. Al-marhala al-thaniya hiya 'indama hajara an-nabi alayhi salatu wa sallam min Makkah ila al-Madina. La troisième et la dernière et nous faisons partie de cette période-là, c'est tout ce qui est venu après cela. إذا كل ما جاء بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أين نجد هذا؟ نجده في كتاب الله تعالى où nous allons trouver ces périodes-là nous les trouvons dans القرآن الكريم
إذن عندما نقرأ مثلا في سورة الفتح، وكثير من المسلمين يعرفون هذه السورة المباركة، يتحدث أو يذكر ربنا سبحانه وتعالى في سورة الفتح كيف كانت العلاقة بين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. Alors, comment était la relation entre les compagnons, les premiers compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم à Mecque. Allah عز وجل dit dans le Coran, محمد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. نحن يعنينا من هذا المقطع يعنينا كلمة رحماء بينهم. Alors, ce qui signifie محمد est le messager d'Allah et ceux qui sont avec lui sont dur envers les mécréants, miséricorde, et ça ce que miséricorde entre eux. إذا العلاقة التي كانت بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هي علاقة التراحم، هي علاقة التراحم. تأملوا في هذا جيدا أيها الإخوة الكرام. إذا كنا نحن نريد أن نسير على طريقهم يجب أن نتخلق بأخلاقهم. Si on veut marcher sur, selon leur chemin, on doit se comporter avec leur comportement. On doit être miséricordieux entre nous. إذن هذا أمر واضح جدا. ثم بعد ذلك, après cela, à Mecque, quand le prophète et ses compagnons ont émigré, sont émigrés à Médine, كيف كان الوضع؟ كان الوضع أن الأصحاب الجدد les nouveaux compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم إذن دخلوا ils sont entrés dans ce lien كيف دخلوا؟ يصفهم الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر بقوله سبحانه عز وجل والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم الذين كانوا في المدينة الأنصار كيف تلقوا الأصحاب الجدد؟ قال الله تعالى يحبون من هاجر إليهم يحبون من هاجر إليهم. انظروا أيها الإخوة الكرام وأدعوكم وأدعو نفسي ونحن في شهر القرآن ونحن نجوع بطوننا أدعوكم وأدعو نفسي أن نوقظ عقولنا وأن نحيي قلوبنا لفهم القرآن الكريم. إذن كيف كان أول اتصال le premier contact entre les nouveaux entre les anciens compagnons et les nouveaux compagnons le premier contact c'est l'amour. Allah عز وجل dit dans le Coran والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. Ceux qui signifie ceux qui se sont installés dans le pays et dans la foi qui aiment ceux qui immigrent vers eux et ne ressentent dans leur cœur aucune envie pour ce que ces immigrés ont reçu et que les prêtres et que les prêternes à eux s'il y a pénir chez eux. إذن يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. وهنا الإشارة إلى الصدور فيها أيضا أمر مهم جدا لنا أيها الإخوة الكرام أننا يجب علينا دائما أن نراجع قلوبنا. On doit toujours réviser nos cœurs. On doit toujours faire une mise à jour de croyance et de purification pour nos cœurs et pour nos âmes. إذن يحبون من هاجر إليهم. إذن العلاقة بين أصحاب المرحلة الأولى وأصحاب المرحلة الثانية هي علاقة المحبة وسلامة الصدر. La relation entre ceux qui appartiennent à la deuxième période et ceux qui appartiennent à la première période, c'est l'amour et les cœurs saints et les cœurs qui sont purifiés. ثم بعد ذلك, après cela, la troisième période qui englobe tous les musulmans qui ont venu après les premiers et les deuxièmes compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
الذين جاءوا من بعدهم ماذا وصفهم الله تعالى ceux qui sont venus après les premiers كيف وصفهم الله تعالى قال الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Alors ceux qui sont venus après eux, Allah Azza wa Jal dit à leur propos ce qui signifie et qui sont venus après eux en disant Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi et ne met dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont crié Seigneur, tu es compatissant et très miséricordieux. إذن أيها الإخوة الكرام هذا هو القرآن الكريم هذا هو القرآن الكريم كتاب الله الذي نزل من عند الله سبحانه وتعالى يبين لنا كيف كان المسلمون وكيف يجب أن يكون المسلمون إذن المسلمون يجب أن يجمع بينهم الرحمة يجب التراحم يجب أن يجمع بينهم المحبة يجب أن يجمع بينهم سلامة القلوب يجب أن يجمع بينهم الدعاء بعضهم لبعض الدعاء بعضهم لبعض نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتراحمين أن يجعلنا ممن قلوبهم صافية على إخوانهم أن يجعلنا ممن يستغفرون لإخوانهم ولا يحقدون عليهم هذا المسجد المبارك أيها الإخوة الكرام وفيه هذا الخير ولما سمعت الأذان quand j'étais avec mon frère Cheikh Saadi Ador j'ai entendu l'adhan j'ai dit subhanallah la première fois j'entends l'adhan d'or de la mosquée pour nous à Paris l'adhan il est juste dans la mosquée alhamdulillah rabbil alamin la shak anna hunaka unas tayyibun la shak anna hunaka unas akhlasu lillah subhanahu wa ta'ala فنجدد الشكر مرة أخرى للإخوة القائمين على هذا المسجد الذين بنوه والذين يرعوه اللهم يا ربي كما يرعون بيتك فرعهم يا رب العالمين اللهم كما يحرصون على هذا البيت اللهم اهدهم يا رب العالمين اللهم بارك لهم في نياتهم بارك لهم في أعمالهم بارك لهم في ذرياتهم بارك لهم في دينهم ودنياهم يا رب العالمين اللهم اجعل هذا الجمع جمعا طيبا مباركا مرحومة اللهم اجعله جمعا طيبا مباركا مرحومة اللهم ألف بين إخواننا وألف بين قلوبنا وقلوب إخواننا اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين اللهم اجمعنا على التراحم اللهم اجمعنا على المحبة اللهم اجمعنا على صفاء القلوب اللهم اجمعنا على التعاون على البر والتقوى اللهم انفع عنا كل شحناء وكل بغضاء وكل ضغينة وكل فتنة يا رب العالمين اللهم طهر قلوبنا بالقرآن اللهم حسن أخلاقنا بالقرآن اللهم نور حياتنا بالقرآن اللهم اجعل القرآن لنا ربيعا لقلوبنا يا رب العالمين اللهم اجعله شفاء لهمومنا وغمومنا اللهم اجعله جلاء لأحزاننا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا اللهم وفقنا لتلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا هداية ونورا واجعله لنا في القبور شفيعا واجعله لنا يوم القيامة مخلصا اللهم اجعله حجة لنا لا علينا اللهم بارك لنا في شهر رمضان اللهم اغفر ذنوبنا استر عيوبنا اكشف كروبنا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اعتق رقابنا من النار وادخل الجنة مع الأبرار اللهم اكشف عنا الوباء وأذهب عنا البلاء واجعل لنا برحمتك فرجا ومخرجا توفنا على توبة نصوح وحسن خاتمة اللهم اجعل تفرقنا من بعد هذا المجلس المبارك تفرقا سالما معصوما لا فينا محزون ولا محروم ولا مطرود من رحمة
برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.